مواطن معنا احد ذوي النزلاء، تفضل. نعم، السلام عليكم استاذ غسان. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمود من كركوك طبعا. اهلا وسهلا بك، تفضل. عيني استاذ غسان، عندي انا اخ نزيل بسجن التاجي. نعم. اي طبعا هي الدعوه كيديه صارت بسبب يعني امراه. اي نهوه هي ابن خال يريد ياخذها كان، واخويا طيب. نهى عليها. نعم. إيه. فدخلوا اربع ارهاب وانحكم 15 سنه. اوف. زين، تمييز طعن كذا حاولتوا؟ ما احنا ناس كسبه كنا عماله طبعا ما نعرف، الظاهر ابن خالي اقوى من عندنا بالدوله هو. فهو اللي رتب له هذا الموضوع؟ رتب له هذا الموضوع، هو صار له هسه تقريبا ثامن سنه بالسجن، ما نعرف تميزت تصححت الدعوه، بس يخابرنا العصر يعني كل يوم على الواتساب يحشي لنا الوضع المأساوي، الوضع اللي يسمع سلامتي لك الكثيف داخل السجن. ايه زين، من تعذيب وعنده لجنه طبيه اثار التعذيب يعني 85%. اوف. زين، وهذا الموضوع يعني لا زال مستمر يحشيكم انه لحد الان هو 8 سنوات داخل السجن لا زال يتعرض للتعذيب؟ اي والله، ويوميا العصر ساعه 4 العصر يخابرني على الواتساب، عنده يعني اذا تحب فد يوم ارسل لك حتى الاوراق واللجنه الطبيه مالته تشوف شلون يعني التعذيب. والله اتمنى، وخلينا نعرضها ونشوف كلام السيد وزير العدل بهذا الموضوع. إيه بهذا الاساس انا اتمنى اصل وزير العدل احشي له يعني القضيه، انا رجال كاتب انا وعنده 7 اطفال ظلموه ظلم والله العظيم. زين يعني والدي مات وما شافه، وتم الصاق تهمه الاربعه ارهاب باخوه. اربع ارهاب ونعم، وابن عمي حالتهم زينه نفس التهمه، طلع ب3 شدات من السجن. طلعوا بالفلوس. اي واني ما عندي لا حول ولا قوه، اركض على المحامي وعلى الواسطه وماكو، بس بقى الله ونعم بالله. اخ محمود، اذا فد يوم اتسنى او قدرنا حتى نتصل بعد البرنامج حتى ناخذ الاوراق الطبيه وكذا ونعرضها بحلقه قادمه. تحياتي لك، شكرا جزيلا لاتصالك.